Industrie News. عسلامة وأهلا وسهلا بك من جديد سي محمد. أهلا وسهلا. ألوغ اليوم نحكي في اندستري نيوز على لينوفاسيون تكنولوجيك إيجالمون، ولكن في الكوب 28 في دبي. الكوب 28 اللي احنا جوستومون فريمون خدمنا عليها وقاعدين ناخذوا في بعض لي تيمونياج اون ديريكت من الكوب. اليوم با بلو تار كو توتالوغ السيدة ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة كانت حاضرة مع زميلتي ريم سعيدية في إيكوماغ في حديث مطول على الكوب 28 والتحديات والتشالنج بالنسبة لبلادنا. إبا اليوم نحكي على لينوفاسيون تكنولوجيك تونيزيان كي ا ايتي ميز ا لونور في الكوب. ابسوليمون، احنا مش من باش من نتحوش في دوبلون والإعادة مع يعني برامج أخرى. في الواقع جوست أنا حبيت ننوه بالمشاركة التونسية اللي هي بطبيعة متفرعة واللي ديفيرسيفي واللي بروفوند في 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 دون بوكو دو سيكتور، اونتر اوتر بطبيعة في ستارت اب لوسكي ساجي دو ستارت اب اي لوسكي ساجي دو ديفلوبمون دورابل. افكتيفمون. ترمي المستدامة، خاطر فما تجديد. احنا المرة الأخرى الحصة كاملة تعدينا على ترانسفورماسيون كوم بريباراسيون بور لينوفاسيون. اي دونك التجديد هذا نتاع لي ستارت اب ومنجمو كانوا يكونوا مجدين لي ستارت اب بالطبيعة. ولكن زاد المشاركة نتاعها في الكوب هي على كي معناتها كونفيرونس كي كونسير معناتها لي شونجمون كليماتيك التغير المناخي، نترجمه شويه شويه عربيه فرنسويه. والمشاركه الى حد علمي لتو حسب اللي سمعته اليوم في اكسبرس افام برك، يعني مشاركه حقيقه تشرف. وعندنا ما هوش كلام تويكا، مش مجرد شعارات، ولينا عندنا ياسر مؤسسات، يعني اللي نقولوا مؤسسات خضراء لي زونتربريز فيرت اونونا. مالوريزمون ما نسمعوش عليهم ياسر في تونس. وهي داير كانت تذكر منال من اهداف البرنامج نتاعنا نكست اندستري هو انه معناتها نبرزوا نعملوا لا كومينيكاسيون سور لاندستري اون تونيزي، على خاطر فما ياسر مكتسبات بوكو داكي مي مالوريزمون كي سون با كونو. وشنو هما الصناعات؟ شنو هما الصناعات والصناعه واش قاعد يعملوا وكذا، واحنا امبورتاتور الى اخره، او عندنا وننشوا ونصدروا. وحبينا نحبوا نحطوا اون اكزيرك بوكو دو فورس اي بوكو دو بيرفورمانس دو لاندستري تونيزيان، وهذا تقريبا لاسبري نتاع 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 البرنامج تاعنا. عاد الحاجه حبيت نوع عليها من غير ما ندخلوا في التفاصيل ياسر، انه بوكو دو دونتربريز معناتها تونيزيان اللي هما كاليفي دونتربريز فيرت كي اون فولو معناتها بارتيسيبي يل سون ان تران دو ريوسير، حسب اللي انا لي زيكو اللي سمعته لو في اكسبرس اف ام بالطبيعه اترافير دي زامي. Tout ce que je souhaite dire aujourd'hui, le COP est une conférence, une grande, elle est grandiose. Quand on parle de changement climatique, où Tunis قاعده تساهم بكل صفه من تعثرات كبيره ياسر. مش مجال الحديث فيها تويكا، خاطر الحصه نتاعنا ماهيش على 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 المناخ، ولكن ماذا بينا لو كان نسعى باش يكونوا لونتربريز تونيزيان تكون اون انتربريز دورابل انتربريز فيرت. انا جوست باش نعلق هوني خاطر ما نجمش نتحدى مرور الكرام على هذا، ولكن احنا جوستومون نيكست اندستري باش نحكيو على المناخ كون لو فوي، وقت اللي نحكيو على لومبخانت كاربون، وقت اللي نحكيو على التحديات الكبيره اللي تستنى في بلادنا، وقت اللي نحكيو على لي زوبجيكتيف كون سي ميز معناتها احنا اون طونك لا تونيزي بارابور للتحديات المناخيه بارابور الغير. وهذا كل يعني اليوم نحكيو حتى على سيغتانمون مدام نايلة فوزيت او كورون وقاعدين تعايشوا في هذا او سان دو مينيستير justement et de l'API ministère de l'industrie également شنو ما التحولات اللي لازم تصير بالنسبه للنسيج وللاندستريال الكل اليوم الصناعيين الكل على خاطر فما ان اكومبانيمون يلزم يصير كو سوسوا او نيفو معناتها نقولوا احنا المعدات الالات لا فورماسيون نتاع البيرسونيل الفورماسيون نتاع لي ديريجون في حد ذاتهم الفينونسمون فما فينونسمون فير اليوم نحكيو عليهم دي ليني كاريمون دو كريدي اوتر. دونك اليوم المناخ سيغتانمون راه باش يجينا نهار باش نحكيو عليه عندنا على الاقل ثلاث حلقات عليها على الاقل effectivement donc هذه من جهه. sinon بالنسبه للكوب 28 زاد كيف كيف بيسكو في اول الاسبوع البارح
جوستومون كان حاضر معنا على تونيجيان تالنت يونايتد في حاضرين في في كوب 28 في شراكه جوستومون معناتها مع وزاره البيئه في غادي في دبي حاضرين وكانوا قدموا عدد من لي بانيل ومن لي كونفرنس بارابور على لينوفاسيون لينوفاسيون تكنولوجيك الاقتصاد الاخضر وغيره بكفاءات تونسيه حاضره غادي دي ستارت اب توانسه اللي موجودين parmi eux كوميوليوس باغ اكزومبل اللي تم الاشاده معناتها بهم وبال لينوفاسيون اللي خدموا بها ولو فات انه لو ستاند ولا لو بافيون تونيزيان عنده اون سورس دو اللي هي انيديت كيما فوالا كيما كوميوليوس دونك حاجه هايله ولكن باقي نقولوا انه للاسف بتاتخ لو نومبر فيو بتاتخ زاد حتى الشارج معناتها نعرفوا احنا اللي اليوم سو ديبلاسي اتر بريزون وكل سا دوموند اون لوجيستيك انورم ولكن لبنان حاضر اكثر من 150 شخص من الحكومه اللبنانيه ممثل على لبنان بون احنا العدد يتسمى ضعيف مقارنه بذلك ان شاء الله في بقيه لي كوب ان شاء الله نكونوا حاضرين بالله بالطريقه اللازمه سو كي سيغ انه مجتمع مدني موجود انه رجال اعمال حاضرين انه لي ستارت اب حاضرين وان شاء الله الجهود هذه كل تتكامل مع بعضها بوغ افوار حاجه دو كونسيستون وانه نقدموا سورتو في البروجي نتاعنا اليوم في اطار لامبرانت كربون في اطار التحكم في الطاقه في اطار التجديد ومحنا نحكيو على التجديد في الطاقات جوستومون. انا نقول لك منال انا نشط في المجتمع المدني في مجال لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل ووقعت دعوتي تو تقريبا حوالي شهر ونصف قبل ما يمشوا لنيويورك معناتها وقتها على ليبوك الوزير وزير الاقتصاد هو اللي يمثل باعتبار انه الكورديناسيون تصير او نيفو دو مينيستير دو ليكونومي يعني وقتها في الحضر وكان هو حاضر نهار كامل في التقييم باش يحضروا الرابور رابور ما عندها نتاع على لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل باش يمشيو به بعد لنيويورك والله بكل اسف هذه دعوه بكل لطف بالطبيعه لكل المؤسسات وكل الـ يعني الادارات وكل المتعاونين في القطاع العمومي خاصه باش ينشطوا اكثر لانه وقتها تشوف انه فما ناس عندهم دي سيلول فما دي سيلول معناتها دو ديفلوبمون دورابل دون لي مينيستير دون لي انستيتيون qui n'ont pas préparé, qui ne se sont pas préparés à la journée d'évaluation. C'est gravissime. وحتى الوزير ما كانش من العكسين يعني قال وقالوا الكلام بالطبيعه فما شكون ما حبش خاطر بعد برات احنا ما نخدموش الخدمه كي واحد ينقدنا بكل لطف زاد ما نحبوش وهذا يعني اللي حبيت نقوله لك اذا كان ثم العدد اللي حكيت على العدد بطبيعه فيها رمزيه كيفاش لبنان ومعناتها يشاركوا واحنا التوانسه نقولوا سباقين وكذا كذا رغم التفاؤل نتاعي لكن نقول واحنا راهو الاكل الناس اللي كيفاش نقولوها يعني تعزم وتكون فولونتير باش تخدم لي زوبجيكتيف ديفلوبمون دورابل والمناخ بصفه عامه يعني كيف يخدموا معناتها يثنيوا ركبه ويخدموا ما تكونش اسم معناتها مش على مسمى معناتها فريمون يلزمهم يخدموا يثنيوا ركبه وراهو مش ديما زاد نقولوها راه من الهياكل نتاعنا ومن الاداريات نتاعنا ومن البيروقراطيه لا لا حتى الاشخاص زاد عندهم ما يقولوا انهم معناتها نشدوا العجله ما نخليهاش تدور فوالا فوالا دونك سينون هذايا بالنسبه للكوب 28 نحكيو على لي زونتربريز اندستريال اللي يهمهم سيغتانمون لابيل ا كانديداتور pour bénéficier d'un diagnostic de maturité en industrie 4.0 dans le cadre du projet Employment for Youth. Yes. For Youth. بالضبط. هو برنامج يعنى بالتشجيع الشباب لومبلوا معناتها دي جون وهنا معناتها سي ان ابل دو كانديداتور دي زونتربريز اندستريال pour bénéficier d'un diagnostic de maturité, nakrafia بالضبط en industrie 4.0 dans le cadre du projet Employed for Youth. يعني il s'agit هذايا في d'une opportunité اللي فيها الاستفاده من تشخيص النضج في الصناعه تنقول علاش النضج في الصناعه 4.0 وتعزيز القدره التنافسيه للشركات المرشحه وتحقيق التميز التشغيلي.
كيفاش نتميزوا كيفاش نكونوا احنا عندنا بلو بيرفورمان على سول بلان امبلويابيليتي وزياده قدره المشاركين المترشحين على الابتكار والاستفاده من التقنيات الجديده. هذا البرنامج كبير ياسر وفيه دعوه هو بالطبيعه يظهر لي في حكايه بيانتو لو 13 ديسمبر يوفى الاجل فانا حبيت نحكيه فما نسق نتاع المشاركه اما على علمي انه المشاركه النسق كان يكون احسن ما نقولوش حاجه اخرى ما نقولوش فابل اما كان يكون ينجم احسن على حسب العدد اللي انا شفته ما نعرفش ياسر مش ياسر اما هذه دعوه من المنبر هذايا من نكس اندستري شجعوا شباب ونجموا شوفوا ياسر لي ستارت اب الكوليكا باش يشاركوا راهو معناتها مشاركه بحاجه كيما هكايا وعندكم دي سيفونسيون معناتها جوتوس بوركوا با علاش لا وراهو يشاركوا في هذايا وكي تحصل لك انت يعمل لك الدياغنوستيك بور لا ماتوريتي دو فوتر انتربريز سي ديجا با مال كان انت مش تعمله وحدك كانتربريز سا فو كوت انورمون شير اللي كانوا سبونسيوني وتعمل علاش لا وفما شكون جبدي قبل ما ندخل هنا لحدا شو هالماتوريتي والدياغنوستيك دو ماتوريتي فما كان لي دياغنوستيك في تونس راه لونتربريز كيما الجسد البشري كيما النبته عندنا لا نيسونس عندنا لا كروسونس كيما الكهرباء ما نبعدوش لبعيد خلينا في الاندستري كيما الكهرباء لازمها دو تونس اوتخ ان بتي دياغنوستيك باش تعرف روحك لا باش نحكيو على سيكل دو في نيسونس وكروسونس وماتوريتي ولا يقدر اللي كما تلاهوش في الماتوريتي هي وين مشمش ديكلا نكبروا هكا ما تلاقوش بروحنا في سنتيحو حديثنا قياس فما يجي في الماتوريتي اللي هي ستون لونغ فاز تقعد يقعد دوغري معناتها سكون ابل لانديز دو ماتوريتي فما دي زانديز دو ماتوريتي تو هي مور معناتها عاد تيوريكمون نحكيو على لوبتيموم دو بيرفورمانس عندها المارشي نتاعها البيرسونيل كاليفي الى اخره الى اخره لي بروسيس بيان ايتابلي وتلقى بعض المرات جي نحسبوا احنا نعملوا انا في كمستشار نحب نعمل حاجه سكون ابل ماتوريتي اورجانيزاسيونيل نلقى الماتوريتي اورجانيزاسيونيل نتاعك لونتربريز بيرفورمانس تلقاها في 04 03 سي ترو فابل دونك هذاك ولكن هذاك ستانسيني انونسياتور اللي يقدروا كان ما يقفوش لبعضهم باش لارواحهم ويقلبوا هاك الكورب هذيك المآل نتاعها هي الدكلا باش تبدا تهبط في المارشي نتاعها يعني حبيت نقول المشاركه الكونديداتور هذا ابيل على الكونديداتور يعني بور بارتيسيبي سو جونغ دو كونكور سي تري انتيريسون بارتيسيبي فما تدخلوا انتم كي تحطوا الكونكور هذايا برك تلقاو على الفيسبوك تلقاو على تويتر تلقاو على كل شيء يلا ما نعرفش كان نجموش نحطوها بعد منال على صفحة جوست لو ليان اللي كان نجمو في ولات نشوفوا تقوى مدينه تسمع فينا سيغتمون لعل وعسى باش نساهموا احنا مساهم لعل وعسى فهمتني ولا نساهموا في كون فما مشاركات اخرى ان شاء الله احنا مازال باش نحكيو على الكونكور في لي نيوز وباش نحكيو على لو سانكيام ولا لا سانكيام اديسيون دو كونكور ناسيونال دو لينوفاسيون دو لاندستري ليديسيون 2024 دونك هذايا فوالا دونك دوكو سي محمد عندك انت الكلمه ولا عند مدام نايله؟ ولو عندنا خير احنا الضيفه نتاعها اللي هي اللي تحكي لنا عليها ميو بلاسي باش فرد ولا تحكي لنا وشرفتنا لله وان شاء الله حكينا انت كل شيء انا محضر روحي لهنا ولكن ناخذ المعلومات من المصدر الاستضافه العفو لي دو سوجي ديجا دون جي اسيستي توا d'actualité et on parle vraiment d'opportunités pour les entreprises pour les entreprises tunisiennes c'est pas vraiment les startups PME plus généralement startup c'est une définition très pointue ou تنجم تهزنا معناتها المنعرجات اخرى وين سيبل قبل ما نتعدى الكونكور ناسيونال دينوفاسيون هو يوث فور امبلايمنت هي انيشيتيف دو لونيدي كي فينونسي بار لا كوميسيون اوروبيان والبرنامج يهمنا احنا ويهم لا كوت ديفوار مي 70% من الفينونسمون باش تاخذوا تونس هذا راهو سي تري امبورتون ولو سيكتور بريفي الي امبليكي في معناتها في البروسيسوس دو سيليكسيون مي راهو يلزمنا نعرفوا نحدوا حاجياتنا ونعرفوا صحيح لا ماتوريتي جينيرال ولا بيرفورمانس
سيت ان انديكاتور ميزورابل مي لازمنا ديغيير نعرفوا علاش المؤسسه التونسيه اللي مازلنا اون ستاغن دون سو ستاد ويجيونا دي زوبورتيني كيما هكا اي اون ديغ با راهو هذا سيت ان بوان دانتروغاسيون احنا بدنا لابي دونك بارمي لي الاولويات بالنسبه لنا احنا كونوا المؤسسه يلزمها برشا خدمه يلزمها برشا سونسيبيزاسيون فما توت اون فاز دو بريباراسيون فما اون فاز دو بيرينيزاسيون يعني المؤسسه اليوم تجيها ان انستون تي تقولها انا توا اجا عامل دياغنوستيك هي توا مش حاضره لازمها تكون حاضره pour avoir une pérennité في تعطيها لو شوا تعطيها شويه فليكسيبيليتي باش تتفاعل معاك المؤسسه هذا ننقدوا معناتها دون في اطار في اطار النقد البناء يعني للمنظومه المرافقه بالنسبه للتجديد وهذا بيان سور قبل ما نوصل للكونكور ناسيونال الحقيقه خاطر اللي قلتوه اليوم مهم برشا ويزمنا نفهم ويزم زاده اللي يسمع فينا صحيح يا عصافير وتزقزق كذا والمؤسسات مش برشا اما راهو دغيير دغيير احنا معناتها كوزاره الصناعه كوكاله نهوض بالصناعه والتجديد راهو عندنا توت اون استراتيجي دانستري دو لينوفاسيون 2035 وفما اون فاز دو بنش مارك دو دياغنوستيك للمؤسسه ونعرفوا المؤسسه اليوم التونسيه شو من العوائق خاطر فما عوائق للديفلوبمون تاع المؤسسه ليكونومي تونيزيان بصفه عامه فما عوائق للتطوير الاقتصاد التونسي اوني كلاسي في index de compétitivité le report 2016 on est indexé sur le deuxième rang c'est l'économie d'efficience on a les ressources on a l'infrastructure on a l'écosystème mais malheureusement on n'a pas encore su passer à l'innovation à une économie basée sur l'innovation هذا فيه tout un changement structurel de l'économie ou le changement structurel اذا عام 90 كان un choix اليوم ce n'est plus un choix اليوم dans une obligation la société totalement le tissu industriel qui existe اليوم يلزم يكون قادر باش واصل ساعة باش يبينيتر لي برو لي مارشي على الاكسبور يلزم البرودوي نتاعو سينو يل فا اتر بيناليزي افيك دي تاكس تاريفير اي نون تاريفير نحكيو على كنت تحكي بكري على لومبخانت كربون معناتها سو ني بلو ان شوا نحن بيدنا سي ان شونتي اللي الحقيقه افيك لا كوبيراسيون الموند زادا نشكرهم فما توت ان افور معناتها توا دو ميز اون بلاس بور سونسيبيليزي اي فاسيليتي خاطر ماهوش معناتها لومبخانت كربون لو بيلون كربون سي سي سامبل à dire, mais à calculer, à faire, et à le supply chain, ou la matière première tech, ou l'approvisionnement tech, pour avoir un bilan, ou avoir un certificat, c'est pas évident. Parmi aussi les facteurs, ou parmi les sujets stratégiques de l'industrie tunisienne, ils ont un renforcement des efforts. La LAPI, ou la Wazard Sina, ou حدات نجم دونك انت بكري جبت على مشاركه تونس مالوغوزمون معناتها اوني انكور مالوغوزمون اوني با اون سينرجي ما فماش اون ا بوكو داتو ماهمش مي اون فالور وماهمش وقت كيما نقولوا احنا وقت العرس وقت اللي يبدا حشدنا بالرسمي لازم الناس الكل تهبط الناس الكل تحط معناها فو با ميزي سور جوست ان مينيستير ولا ان ستركتور وكهو نحن نذكروا معناتها لا بي اي دي تي لو برومي كاتالوج دو ستارت اب تونيزيان تيك تونيزيان 120 ستارت اب اونتي ايدونتيفي قدمناهم في التيكات سيتي ان كوميتي ناسيونال تو الموند ا بارتيسيبي بور ايديتي سو كاتالوج موجود سور تونيزي اندستري بوانات بوانتين لو بورتاي موجود دايوغ قاعدين نحينوا فيه احنا توا وعاملين ابل ا كونديداتور اوفير مش ليميتي بار لو تون اوفير اي ستارت اب تحب ايدونتيفي و ال سانسير دون لو كاتالوج تدخل رومبلي لو فورميلير ولي اوتوماتيكمون اجوتي معناتها في الكاتالوج هذا سي بور فالوريزي نوتر بوتونسييل هذا لو بلوز امبورتون بون سي اون بارونتيز ثورتنا بارونتيز مي تري انتريسون ثورتنا في العقول ثورتنا في العقول انا بوكو دو مستوى الخطاب مدام نشوفوا وراها الناس كل تحكي على السيناجي ونحي اما في الفعل تلقاهاش وهذا احنا مشكلتنا كبيره ياسر وهذا موثق هذا موثق معناها دون غادار انترناسيونو راهو موثق موجود في معناتها لي زاندكس انترناسيونال باش تلقى تونس لي 8 برومي بيي دو برودكسيون انتليكتويل سيونتيفيك ابسوليومون اوني لي 130 في البرودكسيون دينوفاسيون دو برودكسيون دو مارشي معناتها اون كاليتي ان نومبر اسي important qui n'est pas valorisé sur le marché production yani ou هذا زاد فيه دعوه للمؤسسات خاطر المؤسسه منغلقه دونك او ميم طون يلزم الدوله تحسس المؤسسات توفر لهم الاليات او ميم طون المؤسسه يلزمها زاد
تجري على السوق، تجري على الكونكورنس، تجري على الكومبيتيتيفيتي نتاعها. دونك فما اون كومبليمونتاريتي، اون سينرجي، وهذا لو بلو لو بلو لو بلو ديليكا. الحقيقه ليكو سيستيم في تونس اليوم اسي ريش اسي ديفيرسيفي، اوني ابلي بارتو دو بارتو، مي احنا اون نا با انكور تروفي لو شومان بور مني سيت اندستري اون رابيديتي. خاطر ساي الوقت ما عادش يكفينا راهو الحقيقه، معناها سيت سيت ريفوليسيون او سيت سيت ترانزيسيون مونديال. احنا ان بي اكسبورتاتور، نوتر ايكونومي الي بازي سور لاندستري، اذا ما نتبعوهوش اون نو بو با سويفر سيت. كان نطبقوا احنا اللي جا في استراتيجي 2035 نطبقوا 50% في البركه ليزي نوليو بالبرفورمانس نتاعنا سورا ملتيبلي بار 8 و 10. وي وي هما فما 5 لوفي دو لاندستري دو لا استراتيجي. واحنا توا اوني سور لا ديرنيغ فاز اللي هي لو بلان اوبيراسيونيل انويل اي global de mise en œuvre de cette stratégie. D'ailleurs, on a eu beaucoup de réunions même avec des bailleurs de fonds. La femme a fait que nous avons une réorientation stratégique structurelle de l'économie tunisienne. C'est ce que nous avons fait. Bon, on arrive au concours. Le concours, je ne suis pas en train de faire ça. Ça s'inscrit dans la même logique. Exactement. Donc, le concours, c'est la cinquième édition. Donc, depuis 2014, l'API avec l'écosystème, avec l'appui de la GIZ, on organise l'édition, le concours national de l'innovation. Quelle édition, on a choisi les sujets, les thèmes, les humains à jour par rapport aux actualités, par rapport aux défis, les mots d'affirme, Sénat tunisien. Pour cette édition, FAMA, on a avec un comité d'organisation, les هو فيه ليكوسيستيم الكل، وزاره التعليم العالي تحت شرف وزاره الصناعه ووزاره التعليم العالي، وفيه لي ستركتور دابوي سيستيم ناسيونال دو لينوفاسيون. دونك مشينا في 5 كاتيجوري اللي هما لا ديجيتاليزاسيون، لينوفاسيون ديجيتال سي لا ترانسفورماسيون نيميريك. اليوم لا ديجيتاليزاسيون في لانفورماسيون الا بوكو اكسيليري l'innovation et le transfert de technologie. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont à la portée des start-up et des entreprises tunisiennes et des prestataires de services aussi, les centres de recherche, les producteurs de technologie pour participer et avoir de bons candidats dans cette catégorie. La deuxième catégorie, c'est l'RSE. L'RSE avec E au carré. C'est l'environnement et l'entreprise. C'est la responsabilité sociétale, environnement, entreprise. C'est un sujet aussi qui touche à plusieurs facteurs. Nous avons parlé de la société, نجمو نحكيو على الغوفرنانس، نجمو نحكيو على المانجمنت انوفاسيون، نجمو نحكيو عليهم الكل. لو تخوازيام كاتيغوري سي لينوفاسيون كولابوراتيف. لينوفاسيون كولابوراتيف سي ان شونتي اوسي بور لا تونيزي وفي العالم، مش كان في تونس الاوبن انوفيشن. مي شنو هو اللي كاركتيريز ليكونومي تونيزي ولا انتربريز تونيزيان؟ اللي اغلب 90% من المؤسسات الصناعيه نتاعنا ils n'ont pas de centre de recherche développement. C'est des entreprises qui nécessitent encore une instauration de cette culture recherche innovation. Par contre, le secteur public à travers les talim ali, il offre des opportunités kbar bacha qui ne sont pas mis en relation. Et surtout en relation et en synergie avec l'entreprise. Donc, on crée cette synergie. D'ailleurs, FAMA a un projet en marge de tout ça. FAMA a un projet pour la création d'un fonds recherche, développement, innovation. Wow. Et là, c'est l'entreprise qui va être porteur du projet. Inch'Allah. Donc, je vais vous dire plus de facile, justement, les missions, les mandolines ou les projets qui sont en train de faire. Juste par deux choix, je vais parler de l'industrie pour l'instant. Je vais vous dire صافي المحرر ورجعين مكملين معكم في نيكست اندستري حتى الخمسة متاع لا